هذا باش كيبداو يبلوم العيب فهمتيني، وديك الساعه فين العيب فات الفوجه الخوت السير، عاوتاني تسنى واحد 5 سنين. عاد شنو هي 5 سنين اصاحبي؟ 5 سنين شمن ديمقراطية اللي قلنا الخوج. اسمع 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 اش قال. صباح الخير، بريكين نيوز الخوج، فري ستايل ديال بوز فلو. عرفتي عرفتي شوف مع الصباح، والله ما نكذب عرفتي مع 6 الصباح، لا مع شي مع 6 مع 6 ونص ديال الصباح فهمتي بالضبط هذاك الشيء. دخلت يوتيوب كان كيبان ليا صاحبي تراك، تخيل معايا انت تشوف دابا تخيل معايا غاد انفا تدخل يوتيوب كيبان لك بوز فلو ليه تراك كتلقى مكتوبه فيه فري ستايل حرفيه. شوف معناتها فري ستايل مكتوبه حرفيه، ان لله ودعمت ما كاين لا بوز فلو لا فري ستايل. شوف مكتوبه فري ستايل فهمت، كيقول لك تراك بحال مليوح بالزربه، كيقول لك تراك فيه جوج دقائق ما كامله، جوج دقيقه و51 صاحبي كتقول اوه فهمتيني، كتقول اوه واش نتمزك ما نتمزكش. وقرعت مع الصباح كنقول نتمزك ما نتمزكش، فيها دقيقه و50 بلا ما رياكت نتمزك ما نتمزك. تبقي حتى لدابا الخوت شفنا البلان اللي كان نايض ما بينه وما بين سميتو وما بين شكون هو شكون هو شكون هو خونا ناري كتهرب ليا سميتو صاحبي تيلمو مع التيفلو الخوت. شوف عاد شنو ورقه ساعه واخوت هذا باش بقش، وقلت بالو ما نبقشش نطيح على سميه تيفلو. شوف واخا تبيفه هاد الجوج هادو ما غاديش ما غاديش ما غاديش تقدر تقارن شكون اللي رباح وشكون اللي ما رباحش فهمتي البلان، حيتاش بجوجهم السيل ديالهم ديفيرون على الاخر فهمتي البلان. المهم بلا ما نبقاو ندوي بزاف نمشيو نتمزكو لهاد الشيء الخوت، ما فهمتش خالي علي انا يا الخوت. يا شربوا الهلال نفهموا بعدا مال هاد البرودو اللي كان ولدو ما منوش، الفراش بلا كونسيونس تي ولد غير بروليتاريا الاخ منوش شي كيسبح بيد. بان لي هاد البلان هذا كلاش واقيلا غادي غادي يجمع لي كلشي حبو تمن انتخابات، مع شوف واحد السطوري كيدو عن انتخابات والبلباله باينه يجمع لي كلشي كلشي كلشي. الخير ونص مقوس بالتقلاب على البروش، عايش في المروك وكتسولني علاش العقل قرقر البيسري ما قدوش. بلاتي قرقر البيسري. شوف شوف تيفلو عاد شوف عندك تيفلو المورفين ها كيفاش خصك تمزك ليهم. سمع بحالك خصك تمزك ليهم بحالك تقلب على البروش، عايش في المروك وكتسول بلاتي بحالك خصك تبزك ليهم. ها انت شوف وحق الرب بحالك علاش العقل قرقر البسري ما قتلوش الامن ما وطنيش. والله ما نكذب عليكم انت المو صاحبي عندهم واحد الفلو صاحبي كيفاش كيرابيو بزاف طريقه الاخ منوش شي كيسبح بيه ديال الله الخير ونص مقوس بالتقلب على البروش، عايش في المروك وكتسولني علاش العقل قرقر البسري ما قتلوش الامن ما وطنيش حامي غير الشعبي من جوعك لا ناض عليك جمعيه ترخيصه في الماء. داو عن انتخابات قلت لكم الخوت البلان ديال الانتخابات فهمتيني، قلت لكم قضيه في انتخابات والتواشع. شوف علاش المروك اللي جاي الشريك السلطه والسياسه كيشيكو بالمصاحبين علينا خصنا بكال اختي نقيني فوق الدم الاولى ساهي فرشيده طلال وجرتها حسنا عاوتاني ورقه في الصندوق الامل يتعلق 5 سنين اخرى عاوتاني الامل يتعلق 5 سنين اخرى. وحق الرب كترا فهمتي بنادم كيبتا حتى كتسالي الانتخابات هذا باش كيبداو يبلوا من العيب فهمتيني، وديك الساعه فين العيب فات الفوجه الخوت السير عاوتاني تسنى واحد 5 سنين. عاد شنو هي 5 سنين اصاحبي؟ 5 سنين كنبدلو ريبوك الماريونيت جديد يزيدنا طبرة عاوتاني بانو كادوات وقشلة ديال الكمامة في البانوات عاوتاني غيعمرو لي كوفر د الامروج بالديزير و تقوات ما عندي لا سيدي لا 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 رافع اكسيركل كي باكونين لي ما قتلاتوش العيطة كيخرب رافع كي شكون باكونين ما عندي لا سيدي لا 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 رافع اكسيركل كي باكونين لي ما قتلاتوش العيطة كيخربو شا ميديرهاش موضع لينا مولين الدولة اللي ما تربي اي كيو كيلقى النفط كيلقى الريح سينا والبلاد الاوروب وبن خضرا كتقول لي بالحمامة غيموت الريح. اوه الحمامة داوي على اخر نوش تواشا حق الرب الخوتي حتى انايا بالنسبه ليا فهمتيني ديما كطيح لي هاد العيبه هادي في بالي وما عرفتش اصاحبي بالنسبه لي انايا الانتخابات والتخربيق. وحق الرب شوف خاص بنادم يدير في بالو واحد العيبه بانه راه ديما البلان كيبقى يتعاود فهمتيني، راه ديما بحال بحال هاد العام الجاي او هاد 5 سنين اللي جايه اخرى غادي عاوتاني بنفس نفس نفس السيستيم ونفس فهمتي شنو كيتبدل كيتبدلوا غير الوجوه فهمتيني. انا بعدا من نهار عقلت على راسي كاين انتخابات وفهمتي المهم وليت كنفهم في هاد الهيت هذا هو انه نفس الهيت فهمتي كيبان لك داكشي بحال غادي فهمتيني بحال غادي داكشي اللي كيبقى يتعاود كل 50 كيبقى يتعاود كيتبدلوا غير الوجوه
بالنسبه لي انا كاينه سوليسيون واحده فهمتيني. شفنا هاد البلان هذا شوف، شفنا الملك هو اللي كيقرر دابا فهمتيني. ديك النهار سميتو ديك النهار العثماني ما عادش كون دوا معاه، قالوا ليهم قال لهم انا راه مالي والو، الملك هو اللي كيقرر فهمتيني. مادام الملك هو اللي كيقرر، مادام شفنا البلان الخوت ديال سميتو ديال يامات فهمتي، بنادم اللي في الغربه فهمتي. ناض الملك قال لهم طن بوك نقصوا ليا التواشات، طن بنادم يدخل في حالاته للمغرب فهمتيني. يعني كتسمع بانه فهمتي الملك هو اللي عنده الكلمه ديالو الاولى والاخيره فهمتي. السون شفنا دابا مؤخرا مع البلان ديال المنتخب اللي طرا فهمتيني. يعني علاش ما يبقاوش غير علاش ما يكونوش غير وزراء فهمتيني، وزراء كل يتكلف المهام ديالو فهمتي، والوزراء زعما الملك هو اللي يعينهم فهمتيني. الملك اللي يعين انت تكون هذا انت تكون هذا، حيت فاش كتعين حيت فاش الملك هو اللي كيعين انت وزير انت وزير، كاين واحد فهمتيني راه بنادم غادي يخاف راه غادي يقول ناري الملك هو اللي فهمتي بلان الملك هو اللي عينني، يعني ما خصنيش نزبله. لاش رئيس الحكومه ما كاين لاش شي قرار كبير طن ملك ولا فرع فهمتيني. بالنسبه لي انا هذا هو الحل، ولا خاص يجي شي واحد ولد الشعب فهمتيني، شي واحد تكون عنده ما فايتاش 30 عام، ما تكونش فايته 30 عام لشد الحكومه بالرجل، يكون خارج من الشعب. هي هذه هي هذه بالرجل، هذا هو الحل الوحيد. اما البلان هذا كيبقى يتعاود ديما من الاخر. افاك ليك المشرع ما عرفناك حكم الماتش ولا مذيع فهم، ما كاين بونيطه هنا راه غير الحاصق على البلاكات البيع تربيه خنصه ضمن الحازق علق بلاقات البيع زعما راه فهمتي الحازق على الدراسه وحمار فهمتي. بنادم مسكين مقود عليه صاحبي، اش كدير اش كدير والله حتى باقي عاقل واحد هاد النهار فهمتيني. كنت خدام في بيرو فهمتيني، صحاب بيرو واج عجيب المهم اللي دير اللي في ديجا خدام في بيرو انتخابات فهمتي. كيشدك حزب كيعطيك 500 درهم 600 درهم النار، وكيقول لك فهمتي تقيد لي التواج فهمتي، كتبقى حاضر كيجيب لك معالجه التواج المهم فهمتي. المهم اللي مدوز لعيب ديال البيرو العلام فهمتيني، كيف بالك بنادم صافي كيدخل كيسجل فيديوهات التواش على قبل 600 درهم 4000 ريال، بنادم كيشبان لي غير 4000 ريال في هذيك اللحظه فهمتي البلان. يعني بنادم مسكين مقود عليه، راه عندك كاين اللي عندك في رمضان العيد الكبير وفي الانتخابات كيتحرك شويه كيدبر على راسه فهمتي البلان. يعني بنادم مسكين ما عندك ما دير ليه حسب اجيال هادي المشوار، ما تجيش الباب تسطعني في الراس كدوك التبسي ما تقحى بالتروطوار هكا وهاكين اللي طلع يشري البلطاجي لاريني في الحمله اتيني اتيني في الرئاسه المردة غيطاكيني اوجهي لبان هنا شي ضو خيسير ديك الحكومه هوديني شمن ديمقراطيه اللي قلنا الخوج اسمع 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 اشقال اوجهي لبان هنا شي ضو خيسير ديك الحكومه هوديني اوجهي لبان شي ضو خيسير ديك الحجمه هوديني فهمتي. راه ما شوف راه الحكومه راه ما كاينش، راه كما قلت لكم راه القطار غادي راه الوجوه اللي كيتبدل وحق الرب من ديمقراطيه في قاطع مازال تيريا قطع الفضيحه وروتيني يا ايوا ايوا هذا هو البلان اللي قلت لكم الخوت فهمتيني. شوف ماشي تا دقيقه و50 دقيقه و30 دقيقه و30 ختم فيها قال في هذاك الشيء اللي خصو يتكال فهمتي. السون راه هذا الشيء اللي كاين الخوت وحق الرب، سير انت ترابي سير دير راه اللي درتيه شوف ما عمره ما غادا تبدل من الاخر. هذاك الشيء اللي كاين راه هو اللي كيبقى كيتبدلوا غير الوجوه والتواجه حق الرب. بالنسبه لي انا احسن حل وحق الرب احسن حل هو البلان اللي قلت لكم فهمتيني. الملك هو المشي هو اللي كيعزل في القرارات هذوك المقوده فهمتي، ديك القرارات زعما اللي بحال شفنا السون ديال المغاربه فهمتي دابا اللي كانوا في الغربه باغوا يدخلوا فهمتي، شي مشكل كبير فهمتي. السون والوزاره راه خدامه فهمتيني، كل وزير العيبات ديالو من الاخر. ما فهمتش انا اصلا ما فهمتش الحكومه اشنو الدور ديالها، ما فهمتش فاش كتسمع وزير حكومه رئيس حكومه كيقول لك انا مالي والو الملك ولي كيعني. يعني انت اشنو كدير اصاحبي اشنو كدير خوت هذا لا وحق الرب. تلاقاو الخوت في نهار جديد ورياكشن جديد، وتهلاو ليا في راسكم وما تنساوش ما تصاب يلا تهلاو الخوت وديزوري بوت كونيكشن انترنت الله يعاونكم.